السلام عليكم أصدقائي، مرحبا بكم في حلقة جديدة على قناتكم وقناتي سعيد شو. في هذه الحلقة إن شاء الله سوف نتعرف على ما لا تعرفه عن الكرتون الشهير عائلة سيمبسون. على مدى 3 عقود حظي كرتون عائلة سيمبسون بشعبية كبيرة ليس فقط في أمريكا بل في العالم أجمع، وأصبحت تلك الشخصيات الصفراء اللون أشهر من نار على علم، خاصة فيما يتعلق بطرح مشاكل البشرية بطريقة مضحكة. وخلال عرض حلقات الكرتون ظهرت بعض المشاهد الغريبة بالنسبة للمشاهد كانت بحاجة لإجابات وتفسير، وكما جاء في موقع برايت سايد نستعرض أبرز المشاهد الغامضة في المسلسل تفسير كل واحد منها. لكن قبل أن نتطرق إليها أعزائي المشاهدين، أدعوكم أن تشتركوا في القناة بالضغط على الزر الأحمر أسفل الفيديو سبسكرايب وتفعيل جرس التنبيهات لتصلكم إشعارات بالفيديوهات الجديدة، ولا تنسوا دعمنا بالضغط على زر لايك ومشاركة الفيديو مع أصدقائكم إن أردتم أن يستفيدوا أيضا. وإن كان لديكم أي اقتراح لفيديو قادم فاتركوه لنا في تعليق في أسفل الفيديو، وستجدون روابط لحلقات سابقة حول مسلسل سيمبسون في وصف الفيديو بالأسفل. كما يمكنكم كذلك الدخول إلى القناة عبر الرابط أسفل الفيديو والاطلاع على أكثر فيديوهاتنا مشاهدة. لذلك دعونا الآن نتابع للتعرف على هذه المشاهد الغامضة في كرتون عائلة سيمبسون وتفسيرها. ابقوا معي، أنا سعيد الجمالي، نلتقي بعد الفاصل بإذن الله تعالى. كم تبلغ قيمة الطفلة ماجي؟ خلال إحدى الحلقات ظهرت الطفلة ماجي بيد محاسبة في سوبر ماركت، وهي تضعها أمام جهاز الماسح الضوئي لمعرفة قيمتها النقدية عن طريق الخطأ، وقد ظهر على الشاشة الرقم 847.63. هذا الرقم لم يكن عشوائي، إنما يشير إلى متوسط التكلفة الشهرية لرعاية المولود الجديد في أمريكا وفقا للدراسة الاجتماعية، ويتغير الرقم من وقت لآخر حسب تأثير التضخم. ما المختلف في المشهد؟ في فبراير 2009 تم تحديث بعض المشاهد في المسلسل، منها المقدمة، فقد أصبح لأبو 8 أطفال بدلا من الكلب، وانتقلت ميجي لتجلس في المقعد الخلفي للسيارة وفقا لقواعد القيادة الجديدة التي تنص على أن كرسي الطفل يثبت في المقعد الخلفي للسيارة. مشهد الأريكة. يظهر مشهد جلوس العائلة على الأريكة بكثرة في المسلسل، الهدف من هذا المشهد هو إطالة وقت الحلقة إن كانت المشاهد الأخرى قليلة، لذلك نجد العائلة تجلس بكثرة على الأريكة في الحلقات قليلة الأحداث والعكس في الحلقات ذات الأحداث الكثيرة. لماذا يبدو هومر مثل المهرج كراستي؟ هناك سبب وراء ظهور هوميروس على شكل كراستي في حلقة من الحلقات. في البداية لم يكن من المخطط أن يكون كل من هومر وكراستي شخصيتين مختلفتين، فقد كان من المفترض أن يكون كلاهما نفس الشخصية، لكن هومر هو الشخص الذي يكره بارت، وكراستي هو الشخص الذي يحبه بارت الابن. ظهور البيتلز في المسلسل. ظهرت 3 شخصيات من فرقة البيتلز في حلقات عائلة سيمبسون: جورج هاريسون، رينجو ستار، وبول ماكارتني. أما جون لينون الشخصية الرابعة في فرقة البيتلز فقد تم تشغيل أغنيته الأم في المسلسل دون ظهور شخصيته، لأنه توفي قبل وقت طويل من بدء عرض المسلسل. إضافة كلمة الضه للقاموس. أصبحت كلمة الضه شعبية للغاية بعدما ظهرت في المسلسل من قبل الأب هومر، حتى أنها أدرجت في قاموس أكسفورد للغة الإنجليزية. كيف يوقع مات غرينينغ أعماله؟ مات غرينينغ مبتكر رسوم عائلة سيمبسون، ظهر توقيعه في كل حلقة من حلقات المسلسل على شكل الحروف الأولى من اسمه. كيف يبدو شكل مات غرينينغ في الكرتون؟ مات غرينينغ ظهر في الرسوم المتحركة على شكل صاحب متجر الكتب الهزلية، صاحب صوت أول كلمة تنطقها ميجي. في الحلقة 10 من الموسم 4 قالت ميجي لأول مرة كلمة بابا، وكانت إليزابيث تايلور هي من سجلت الكلمة بصوتها. مسلسل عائلة سيمبسون يتنبأ بفيروس مستقبلي. في عام 1997 تم التنبؤ بمرض إيبولا بعدما ظهر اسم الفيروس على كتاب كانت تحمله الأم، ليتحقق التنبؤ بعد 17 عاما. تنبؤ المسلسل بمستقبل لندن.
في الحلقة 19 من الموسم السادس التي عرضت سنة 1995، ظهرت ناطحة سحاب خلف جسر البرج في لندن. تم بناء نفس شكل الناطحة بعد 14 عاما في لندن. تكنولوجيا غريبة. في نفس الحلقة السابقة ظهر خطيب ليزا المستقبلي وهو يمتلك ساعة مع هاتف على معصمه، وكان ذلك في عام 1995. هاتف ثابت مع خاصية مكالمة الفيديو. ليس ذلك فحسب، بل ظهرت ليزا وهي تتحدث مع والدتها على الهاتف الثابت المزود بشاشة عرض فيديو. ما نوع سيارة هومر؟ إن كنت من محبي المسلسل الكرتوني فربما حظيت بفرصة متابعة الحلقة 15 من الموسم 17. خلال الحلقة تم استبدال الشخصيات الكرتونية بحقيقية وظهرت سيارة هومر سيمبسون وهي من نوع لادا 2105. صوت مايكل جاكسون. في الحلقة الأولى من الموسم الثالث ظهر رجل مجنون في مساحة عقلية، بدا صوته كصوت المغني مايكل جاكسون تماما. العجيب أن من قام بأداء صوت الشخصية هو مايكل جاكسون نفسه، والذي كان من أشد معجبي الكرتون، لكن فضل أن يبقي ذلك سرا، لذلك طلب من منتج المسلسل الكرتوني أن يظهر اسمه باسم وهمي جون جاي سميث في قائمة الممثلين. تنبؤ آخر صحيح. في تاريخ 18 ديسمبر عام 2009 ظهر في حلقة من حلقات المسلسل ملصقات لفيلم ألفن السنجاب وحرب النجوم. كان التنبؤ صحيحا، فقد ظهرت هذه الأفلام في نفس تاريخ اليوم لكن من عام 2015. أشكركم أعزائي المشاهدين وأعزائي المتابعين على مشاهدة هذا الفيديو إلى الأخير. ما دمت معنا فاشترك في القناة لكي تصلك جديد فيديوهاتنا، ولتتعرف على جديد الحقائق والأسرار والغرائب والعجائب حول العالم وكل ما هو مفيد وممتع. بالضغط على الزر الأحمر أسفل الفيديو بالاشتراك في القناة وتفعيل جرس التنبيهات. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الضغط على زر الإعجاب ومشاركة المقطع مع أصدقائك لتعم الفائدة وليستمتع الجميع. كان معكم سعيد الجمالي على قناتكم سعيد شو. إلى اللقاء بإذن الله تعالى. يا الله، شاهدوا ظهور علامة من علامات الساعة ما بقي إلى الكبرى. السلام عليكم متابعي قناتنا، مرحبا بكم في هذا الفيديو الذي سوف نتحدث فيه عن علامات الساعة التي تحققت. فابقوا معنا، لا تنسوا الاشتراك في القناة والضغط على زر الإعجاب وتفعيل جرس التنبيهات لتصلكم تنبيهات وإشعارات بفيديوهاتنا الجديدة على قناتكم مجلة الأسرار. تطاول الناس في البنيان، كثرة الهرج والقتل حتى أنه لا يدري القاتل لما قتل والمقتول فيما قتل. انتشار الزنا، انتشار الربا، انتشار الخمور، انتشار العازفات والأغاني والمغنيات والراقصات. حفر الأنفاق بمكة وعلو بنيانها كعلو الجبال. خروج نار من الحجاز تضيء لها أعناق الإبل ببصرة، أي بأرض الشام، وقد حصل عام 54 و600، أي 654 هجري. تقارب الزمان، صارت السنة كشهر والشهر كأسبوع والأسبوع كيوم واليوم كالساعة والساعة كحرق السعفة. كثرة الأموال وإعانة الزوجة زوجها بالتجارة. ظهور موت الفجأة، أن ينقلب الناس وتبدل المفاهيم. كثرة الكذب وخيانة الأمين وتأمين الخائن على الأمانة، وأن ينطق الرويبضة، والرويبضة هو الرجل التافه يتكلم في أمر العامة. كثرة العقوق وقطع الأرحام، فعل الفواحش بالشوارع
حتى أن أفضلهم دينا يقول: لو واريتها وراء الحائط. هكذا أعزائي الكرام تعرفنا على بعض علامات الساعة التي تحققت، وهناك الكثير منها. لا تبخل علينا بمشاركة الفيديو حتى يستفيد كل مسلم. إذا أعجبكم الفيديو لا تنسوا الإعجاب والاشتراك وترك تعليقكم، وشكرا لكم على المشاهدة.